الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مشاهدي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم حسن الختام. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سنتعرف على خاتمة الإمام علاء الدين الكساني، وهو من كبار علماء المذهب الحنفي. علاء الدين الكساني أبو بكر بن مسعود الكساني، الملقب بملك العلماء. والكساني هي نسبة إلى مدينة كاسان، هي اليوم تقع ضمن حدود دولة أوزباكستان. هذا الرجل علاء الدين الكساني رحمة الله تعالى عليه هو سليل بيت إمام، أجداده وأسلافه كانوا من الأمراء، فورث منهم الشهامة والإباء والنبل وأخلاق الأمراء. ارتحل صغيرا بعد أن حفظ القرآن، ارتحل صغيرا إلى مدينة بخارى التي ينتسب إليها الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وتلقى العلم على شيوخ العلم بها، لكنه اختص بشيخ اسمه العلاء السمرقندي، محمد بن أحمد علاء الدين السمرقندي، وهو من كبار علماء المذهب الحنفي أيضا. علاء الدين الكساني سمع أو قرأ على شيخه العلاء السمرقندي كل تصانيفه أو معظم تصانيفه، وعلى رأسها كتاب في الفقه يسمى التحفة. هذا الكتاب أو تحفة الفقهاء، هذا الكتاب للعلاء الكساني قصة طريفة معه. ذلك أنه لما قرأ الكتاب على شيخه شرحه وعرض ذلك الشرح على شيخه، فأعجب العلاء السمرقندي بشرح تلميذه لكتابه تحفة الفقهاء، وفرح به أيما فرح، فزوجه ابنته العالمة فاطمة السمرقندية، وكان ذلك الكتاب مهرا لها. فقال الناس شرح تحفته وزوجه ابنته، وهذا من أرقى المهور ومن أكرم المهور التي عرفها التاريخ الإسلامي. وهو يذكرنا بمهر الصحابية الجليلة أم سليم رضي الله تعالى عنها، والدة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لما أبت أن تتزوج أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، لما كان مشركا أبت أن تتزوجه إلا واشترطت عليه أن يسلم، فكان إسلامه مهرا لها، وهذا أكرم مهر عرفه التاريخ الإسلامي. فمهر الإمام الكاساني لفاطمة السمرقندية ابنة شيخه هو من هذا الباب، من أرقى المهور ومن أكرمها في تاريخ الأمة. وبالمناسبة فاطمة السمرقندية كانت امرأة عالمة متمكنة، وخطبها الأعيان وخطبها الأمراء، لكن أباها العلاء السمرقندي أبى أن يزوجها إلا لتلميذه العلاء الكاساني. وقبل أن تتزوج الكاساني كانت الفتوى تخرج من بيت أبيها تحمل توقيعها وتوقيعه، ولما تزوجها الكاساني كانت الفتوى تخرج بتوقيع الثلاثة. وكانت امرأة عالمة متمكنة، إذا ربما كان يهم زوجها الإمام الكساني في الفتوى فتبصره بموضع الخطأ فيرجع إلى قولها، وكان رحمة الله تعالى عليه يكرمها ويجلها ويقدرها، حتى إنها لما ماتت رحمة الله تعالى عليها ظل يزور قبرها ويواظب على زيارتها كل ليلة جمعة إلى أن مات رحمة الله تعالى عليه ودفن بالقرب منها. فعلاء الدين، هذه القصة غير بين قوسين، علاء الدين الكساني رحمة الله تعالى عليه لما بعد بخارى، بعد مقامه في بخارى، وبعد أن بلغ مرتبة التصدر للعلم وبلغ مرتبة العطاء والتدريس، ارتحل إلى بلاد الروم، وكانت تحت سلطة المسلمين. بلاد الروم هنا المقصود بها شبه جزيرة الأناضول أو تركيا حاليا. فاستقبله العلماء بحفاوة كبيرة جدا، وكانت هي تحت حكم سلاجقة الروم، هم يعني دولة إسلامية.
فاستقبله الفقهاء وبحفاوة بالغة، وأكرمه سلطان السلاجقة، وأقام بينهم مدة طويلة إلى أن وقعت مناظرة بينه وبين الفقيه الشعراني. الفقيه الشعراني كان كما يقال الفقيه الرسمي للدولة، فقيه الدولة. حدثت بينهما مناظرة تجرأ فيها الكاساني، لأن أنا كما قلت الكاساني كانت فيه عزة نفس، وكانت فيه إباء، وكان فيه اعتداد بالنفس. هذه المناظرة تجرأ فيها الكاساني على الفقيه الشعراني، فتسبب ذلك في إحراج للسلطان وإحراج للفقيه. هو في السلطان التمس خطة ذكية ليصرف الإمام الكاساني، لأن الآن بعد هذا التجرؤ الذي وقع من الكاساني على فقيه الدولة، أصبحت هيبة الدولة على المحك. فهو لكي ينزع فتيل التوتر، ولكي يحافظ على يعني هيبة الدولة، قرر أن يصرف أو أن يرسل الإمام الكاساني. بالمناسبة هو كان يجل الرجلين معا، كان يقدر الإمام الكاساني ويقدر فقيهه أو فقيه الرسمي للدولة الفقيه الشعراني، ولكنه تجنب أن يخاطب الكساني في هذه الواقعة، وارتأى أن يصرفه بطريقة ذكية، وأن يرسله في مهمة دبلوماسية إلى الملك العادل نور الدين زنكي في مدينة حلب، وكان جمعه بسلطان السلاجقة وبأمير السلاجقة مودة ومحبة، وكان كلاهما من المجاهدين الذين واجهوا الحملات، من الأمراء المجاهدين الذين واجهوا الحملات الصليبية على المشرق في ذلك الوقت. فذهب الكاساني في مهمة دبلوماسية إلى حلب، وهناك تلقاه الفقهاء بحفاوة كبيرة، واستقبلوه ويعني أكرموه، وكذلك الملك الظاهر نور الدين زنكي الذي استبقاه في حلب بطلب من فقهاء حلب، واقترحوا عليه أن يسمح له أو يأذن له بالتدريس في المدرسة الحلاوية بحلب. ولكن الكاساني اشترط أن يعود إلى أرض الروم، إلى سلطان السلاجقة، لينهي أو يبلغه نتائج مهمته الدبلوماسية، وهذا من الأدب، ويستأذنه في المقام في حلب، وكان ذلك له. تم هذا الأمر، وهذا يبين علاقة الخلفاء والأدب بين الملوك وبين ولاة الأمر وبين العلماء. فاستقر كما قلت الكاساني في مدينة حلب، وتولى منصب التدريس في المدرسة الحلوية. بالمناسبة هو كان يعني براعته في الفقه ثابتة، ولكن كان هو بارعا في علوم أخرى. فمثلا كان بارعا في التفسير، كان بارعا في الحديث، وله مؤلفات غير الشرح، شرح الذي شرح به كتاب شيخه، شرح اسمه ترتيب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، وهو من أجل ما ألف في الفقه الحنفي. هذا هو الشرح الذي شرح به كتاب شيخه تحفة الفقهاء، والذي كان مهرا لزوجته فاطمة السمرقندية، كما أشرت إلى ذلك في أول الحلقة. هذا الكتاب مطبوع في مجلدات، ولكن الإمام الكساني عنده مؤلفات أخرى، عنده كتاب يسمى المعتمد في المعتقد، يعني في أصول الدين في العقيدة، وكان له أشعار. لما تولى الدرس في المدرسة الحلوية في دمشق، في حلب عفوا، كان رحمة الله تعالى عليه يقوم بواجب التدريس على أكمل وجه، حتى إنه مرض بمرض النقرس، ومرض النقرس تصحبه آلام كثيرة في المفاصل، حتى أن المريض لا يقوى على الوقوف. فكان رحمة الله تعالى على ما فيه من الآلام، وعلى ما كان ما يعانيه من المصاب، ومن الآلام، ومن من الضرر، كان يحمل رحمة الله تعالى عليه ليحضر إلى الدرس ويدرس الطلبة. وما ثبت عنه رحمة الله تعالى عليه أنه تأخر عن هذا الواجب، أو تأخر عن القيام بهذه المسؤولية، فرحمة الله تعالى عليه. الإمام الكساني رحمة الله تعالى عليه كان رجلا عالي الهمة، كان رجلا فيه إباء، فيه شمم، فيه شجاعة، كان لا يرى إلا راكبا على فرس. وكان من عادة الفقهاء في زمانه أن يركبوا أو أن يمتطوا دوابا أخرى، لكنه كان يركب الفرس ويتميز في ذلك عن باقي فقهاء البلد. وكان يقول كلمة: الفحل لا يركب إلا فحلا. وكان رحمة الله تعالى عليه
يصحب معه رمحا لا يفارقه أينما ارتحل. في إحدى المرات، ولكن هذه القصة وقعت في عهد الملك الظاهر ابن الناصر صلاح الدين، وكان أميرا على حلب. في هو كان من شأن الكاساني أن يتردد كثيرا على قلعة دمشق حيث يقيم ابن الناصر صلاح الدين. في إحدى المرات صعد إلى القلعة وكان معه الفقهاء. فرحمة الله تعالى عليه، لما وصل إلى باب القلعة قال لهم البواب: يدخل الشيخ لا ولا يدخل الفقهاء، ويرجع الفقهاء. فأبى رحمة الله تعالى عليه إلا أن يدخل الفقهاء معه، ورجع ومعه الفقهاء. إلى لما بلغ الملك الظاهر هذه الواقعة، طلب يعني نادى يعني أرسل إليه من يرجعه أو من يدخله ومعه الفقهاء. فكان رحمه الله ذا همة عالية وذا إباء وذا عزة نفس، معتد بنفسه رحمة الله تعالى عليه. كانت وفاة الأستاذ الإمام علاء الدين الكاساني سنة 87 و500 للهجرة. وتقول المصادر أنه رحمة الله تعالى عليه لما حضره الموت شرع في قراءة سورة إبراهيم، وانتهت به القراءة إلى قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففاضت روحه رحمة الله تعالى عليه بعد قوله في الآخرة. رحمة الله تعالى عليه أبى الله تعالى إلا أن يجعله أو أن يختم عليه بهذه الخاتمة السعيدة، وأن يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وهو عاش حياته كلها ثابتا على مبدئه، ثابتا على موقفه. ودفن رحمة الله تعالى عليه بالقرب من قبر زوجته في حلب، ويقال يعرف مرقدهما بقبر المرأة وزوجها. إلى أن ألقاكم مع شخصية أخرى وخاتمة أخرى، أستودعكم الله وأسأل الله لكم ولي حسن الخاتمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.